وحنان مطوع وانت بتقنعها تسافر لرمزي، برضو ده كان من المشاهد المهمة جدا بالنسبة لك. طبعا حنان كمان من الممثلات اللي كل سنة او كل سنتين الاقيها بتاخد، يعني هي ماشية عارفة السلمة الجاية ازاي، عارفة كويس هي السلمة بتاعتها وفاهمة صح. يعني انا من كام سنة، من 3 سنين 4 سنين مثلا، جه شغل قلت لها نشتغل فيه وقالت لا يا عم ده في عيال كبار وانا لسه صغار، ده انا لسه ما فرحتش بشبابي، وهي عندها حق انا صغنون. جينا المره دي ما عندهاش وقت كبير، فقلت لها لو جالك دور ام دلوقتي هتعملي ايه؟ مش بسالها سؤال صحفي يعني، مش يا حنان لا بسالها، انا عايز اشوف هينفع في شغل معين. فقالت لي اه اعمل ام. قلت لها قد ايه؟ قالت لي 7-8 سنين ما يكبرش على كده.